هادو قليل. مش نقول هادو قليل. قليل قليل على الاقل. انت صغيرات انا اكثر من صغيرين. ماكو مزين نهار اليوم صح عيدكم. كي كنا صغار اكثر حاجه كنا نحبوها هي كسوه العيد والعيديه، يعني بالعاميه تاعنا دراهم تاع العيد. بصح ما على بالناش وقتاش بدات العيديه ولا كيفاش جات هذه الفكره. بدات فكره العيديه في مصر في العهد الفاطمي على يد الخليفه المعز لدين الله، كان يستعمل هذه الطريقه لكسب حب الشعب ليه. وكانت سميت العيدية باسم الرسوم أو التوسعة، وكانت الدولة تمد دراهم وكسوة العيد للمواطن تاعها. وفي العصر المملوكي بقات هذه العادة موجودة وكانوا يسموها الجامايكية، وكانت تقتصر على الأهل فقط. حتى وين وصلت للعهد العثماني بصح هذه كانت تقتصر على الأطفال فقط. وباختلاف الثقافات تختلف اللهجات، كما السعودية يقولوا لها الحوامة، وكما الكويت يقولوا لها القرقيعان، وكما احنا نقولوا لها دراهم العيد. وفي الاخير نقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله، وما تنساوش تقولوا لهم يعطوكم دراهم العيد، خلي نرجعوا هذه العادة. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.